ياخدها حلو قوي ويلعبها رائعه. عجبني قوي احمد عزت عرابي في اليمين اللي ممكن يدوس على الكره ويعمل خطوره، ممكن يدوس عادل 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 بقى. الهدف الاول الجول الاول ده انا قايل لك ايه، انا قايل لك ايه دلوقتي، مش قلت لك انت 1-0 كابتن يماني؟ حاج اهو اسكب له شاله، لا ده كده شايله بالغلط، شاله على الولاد هيموت منك يا حاج. بس بس شاله واحد بس، خد راحتك، خد راحتك يا حاج، خد راحتك يا حاج. عاش عاش عاش. اللاعب احمد عزت لعب كره قويه وصلت للجناح اليمين عادل الشافعي، استلم ولعب عرضيه برازيليه ولسوء الحظ المدافع عمر رضا بتخبط الكره في صدره وتدخل الجول. هدف ذاتي اتقدم ليه فريق شحته على فريق مدحت فقوسه. والدي لما نزل ملعب انا فرحت الصراحه، هو نزل وجاي من بني سويف عشان يشجعني وباذن الله ارفع راسه وراس بلدنا كلها باذن الله. ووالده نزل الملعب بطريقه عفويه كده، شكله جميل كده بالجلابيه، راجل طيب قوي. فرحه جنونيه بالهدف من فريق شحته، خصوصا والد اللاعب بلال احمد اللي ما قدرش يمسك نفسه بعد ما ساهم بلال في كوره الجول. خد راحتك يا حاج، خد راحتك يا حاج. عاش عاش عاش. وفي ثانيه كان في وسط اللاعبين في ارض الملعب بيحتفل احتفال خاص مع ابنه. اوحش حاجه في الكوره انك تجيب جون في نفسك، الله يكون في عونك يا ابني والله العظيم، اوحش حاجه في العالم. على العكس كان التأثر الكبير مسيطر على ملامح عمر رضا بعد تسببه في الهدف وتأخر فريقه في النتيجة. بتحصل، أحسن لعيبة في العالم جابت جوان في نفسها وعادي، وأبطال عالم يعني، وأبطال الشامبيونز ليج، وحتى لو هنا في مصر ممكن يغلط والغلط وارد. كنت بجري مع جنب صاحبي عشان يرفعها يشيلها بالدماغ، لقيته شاطها فيه فجت في صدري دخلت جوه.